السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. احنا بنتابع دورة تربية الفراخ البلدي المشعر والفراخ البلدي الفيومي. النهاردة اليوم الثاني ان شاء الله. الفيديو ده بإذن الله انا مجمع فيه اليوم الثاني واليوم الثالث بالترتيب يا جماعة، علشان خاطر الناس برضو تبقى متابعة الدورة معنا من اول يوم. ان شاء الله احنا هنحافظ ان احنا ننزل كل يوم فيديو على الدورة دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، احنا ما عندناش اي مشكلة في الفراخ البلدي الحمد لله. النافق الحمد لله عندنا صفر. الصندوق مناسب جدا على العشرين فرخ اللي موجود في قلب البطارية. طبعا احنا عندنا بلدي مشعر وبلدي هجين، 20 فرخ بلدي مشعر و20 فرخ بلدي هجين، اللي هو البلد الفيوم يا جماعة اللي هو قدام حضراتكم ده. ده كده النهارده الفراخ ديت عمر يومين. طبعا يا جماعه احنا اول يوم قلنا في الفيديو الاولاني، لو انت ما رحت ما بصيتش على الفيديو الاولاني هسيبه لكم في رابط في وصف الفيديو ان شاء الله. قلنا ازاي بنستقبل الفراخ البلدي، ازاي بنظبط المكان بتاعها والحراره والكلام ده. النهارده ان شاء الله بنقول ان تاني يوم يا جماعه احنا بنحط مضاد حيوي والف دال 3 ه لمده 12 ساعه، وال 12 ساعه التانيين مضاد حيوي تاني زي كولوستين مع ألف دال برضو 3 اهي اللي هو الفيتامينات لمدة 3 أيام يا جماعة. ده اليوم التاني وده اليوم التالت. بالنسبة للعلاجات مفيش علاجات أكتر من كده يا جماعة، محدش يفكر. هي شغل التحضير حاجات بسيطة جدا وحاجات سهلة ومش متعقدة. هما 3 أنواع، مضاد حيوي ومضاد حيوي وفيتامينات وأملاح معدنية. دول يا جماعة اول 3 ايام. اليوم الرابع فيتامينات واملاح معدنيه، ده بيبقى نوع تاني غير الالف دال، ويمشي برضو الالف دال. الالف دال برضو فيتامين، بس في حاجه تانية اسمها فيتامينات واملاح معدنيه. ان شاء الله في الايام اللي جايه ابقى اوريكم العلاجات ديت على الطبيعه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، هو كده كده عامه الفرخ ما بيسحبش علف في العمر الصغير، هيبدا يسحب ان شاء الله بعد اسبوع كده يكون بدا الريش يطلع، بدا يكس نفسه وبدا ان شاء الله ان هو يعمل. اما هو حاليا في المرحله الاولانيه يا جماعه الفرخ بطيء في التحويل، ايا كان هو ايه عمره يوم بطيء في التحويل يا جماعه، السحب بتاعه ضعيف جدا، ده على جميع انواع الدواجن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا يا جماعة انا بنزل في الفيديو الجدول بتاع الحسابات بتاع الاكسل. الجدول ده يا جماعة احنا بنحط فيه تكلفة الفرخ وتمنه يوم بيوم والعلاجات والادوية والحاجات المطلوبة. طبعا الجدول ده يا جماعة مهم جدا، الناس بتربي وهي ومش بتحسب التكلفة بتاعتها. طب انتوا بتعرفوا ازاي التكلفة؟ لازم يا جماعه تحسبوا كل عدد عندكم، حتى لو 10 فراخ حتى لو 5 فراخ ده ما يزعلش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده اليوم الثالث يا جماعه، ده كده اليوم الثالث. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني طبعا يا جماعة احنا عندنا دفعة سمان ان شاء الله يوم الحد، فاحنا عايزين نفضي الحضانات اللي احنا عاملينها ديت اللي فيها الفراخ البلدي علشان ننقل فيها ان شاء الله السمان اللي هيجي بإذن الله يوم الحد ان شاء الله. وطبعا لو انت مش متابعنا على قناتنا تربية السمان محمد سعيد، اتمنى انك تتابعنا وهسيب لكم برضه رابط القناة في وصف الفيديو ان شاء الله. طبعا الفرخ مش كاشك، مش كاشش الفرخ يا جماعه، واخد ركن كده، ده طبيعي وده معروف يا جماعه ان هو بس ايه بيبقى ايه جبان شويه في اول اسبوع، بس بعد كده ان شاء الله اول ما نفتح عليها هتلاقيه بيضرب معادي. يعني الفرخ ده معروف الحمد لله ما فيش فيه مشاكل والتحضير ممتاز فيه، فرخ مناعته عاليه جدا. ده بقى يا جماعة الجدول اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو جدول الاكسل. زي ما احنا شايفين كده مكتوب اول حاجة اليوم، العدد، سعر الفرخ، اجمالي التكلفة. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة انا بحدد اهو عشان خاطر برضو الكلام يبقى واضح للناس كلها، سعر الفرخ، اجمالي التكلفة، سعر العلف، استهلاك العلف. طبعا سعر العلف النهاردة بقى ب30 جنيه يا جماعة، فالموضوع بقى مخرف خالص. يعني التكلفة هتبقى عالية معانا في الايام اللي جاية، بس احنا برضو هنربي وهنكمل ان شاء الله مش هنبطل.
طبعا هنا انا حاطط في الجدول ده كل حاجة، يعني الفرخ انا عارف بياكل قد ايه في اليوم، عارف اجمالي الفرخ. حتى لو نزلنا تحت في الجدول زي ما احنا شايفين هتلاقي كل حاجة، اجمالي استهلاك العلف، تمن العلف، اجمالي المصروف، المصروفات، اجمالي النافع، كل حاجة مكتوبة يا جماعة. الشيت ده بيفهمنا كل حاجة، كل حاجة بيبقى نازلين كل يوم عارفين تكلفة الفرخ يوم بيوم وايه. ودي برضو الفراخ البلد الهجين عمر يومين زي ما احنا شايفين كده، برضو نفس التكلفة، نفس الجدول، نفس كل حاجة. نخش بقى على اليوم التالت يا جماعة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده اليوم التالت يا جماعة للفراخ البلد المشعر والفراخ البلد الفيوم اللهم بارك. ده اليوم التالت، الفرخ معانا فاق خالص اهو يا جماعة، مفيش فيه اي مشكلة الحمد لله زي ما احنا شايفين. ودول برضو الفراخ الفيومي اللهم بارك اللهم بارك. طبعا الفرخ الفيومي ده يا جماعة محترم جدا، الفرخ الهجين ده محترم. ان شاء الله برضو احنا هنقعده عندنا اسبوع 10 ايام كده ونشوف التكلفة بتاعته. ان شاء الله احنا هنجيب ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي دفعة تانية، هيبقى عندنا ان شاء الله كل اسبوع دفعة فراخ بلدي. طبعا يا جماعة عشان احنا عندنا دفعة سمان ان شاء الله يوم الاحد، فاحنا عايزين ننقل بقى الفراخ البلد اللي قدام حضراتكم ديت، نحطها في البطارية التانية اللي احنا مجهزينها، وبرضو هنوريها لحضراتكم دلوقتي. اهو يا جماعة طبعا دي البطارية، ده الفراخ اللي احنا هننقلها من هنا، هننقلها في البطارية اللي على الشمال ديت. دي بطارية دورين اتنين، انا عاملها للتحضين الفراخ البلدي والفراخ البيضه من عمر يوم لحد عمر 10 ايام، بس احنا حطيناهم في الصندوق متقفل ده علشان كان الجو ساقع اليومين دول، والصندوق ده بيتحكم بالحراره زياده عن اللازم، فانا بس كنت سايبهم 3 ايام على ما يشد حيلهم شويه. والحمد لله الفراخ زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم، الفراخ فايقه خالص ومفيش فيها اي مشكله، والمناعه بتاعتها الحمد لله مظبوطه. ان شاء الله احنا هننقلها في البطاريه ديت ونرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. بعد ما احنا نقلنا بقى الفراخ يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، ده بقى شكلها وشكل البطارية في الاخر اللهم بارك. بصراحة البطارية ممتازة وظهر الفراخ يا جماعة، وتنفع برضو عرض للناس اللي عندها صيدليات بيطري اللي هما بيبيعوا فراخ وحجز فراخ والكلام ده، جميلة جدا تمشي ليهم برضو عرض عرض جميلة. طبعا متاح يا جماعه الشغل ده، ومتاح في حجز فراخ بلد ان شاء الله. المكان بتاعنا المنوفيه مركز الشهداء، رقم التليفون بتاعنا بقولكم في وصف الفيديو. لو محتاج فراخ بلدي، محتاج سمان، محتاج فراخ بيضه، ده الشغل اللي احنا بنعرضه، هو ده اللي احنا شغالين فيه. وشغل البطاريات اللي قدام حضراتكم ده برضو احنا بنبيعه، ولو في حاجه من الحاجات اللي قدام حضراتك ديت عجبتك مفيش اي مشكله تواصل معايا ان شاء الله، ولو انت قريب مني تقدر تيجي تستلم اللي انت عايزه ان شاء الله. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. محمد سعيد.